أنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي وروحاني وفكري ونعمتي. الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا. الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون وصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون. الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا. الرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما تحفظ دموعهم، وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم. الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد. أفائز برحمة الله سعيد ومحروم من أضلال الله شقي طريق. كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها، وإما والعكس والعياذ بالله، فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله. وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر، وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته كلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحياة فيها داعيان، داع إلى رحمة الله وداع إلى رضوان الله وداع إلى رضوان بلا محبة الله. وأما الداع الثاني هو داع إلى ضد ذلك، شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى خاتمة بالسوء. والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في ذنب ربه، يبدل الله بذلك البكاء سيئا في حسنات. وكم من أناس أذنبوا، وكم من أناس أساءوا، وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم، وكانوا بعيدين عن رحمة الله، غريبين عن رضوان الله. وجاءت تلك الساعة واللحظة، وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة، لكي تراق منهم دمعة الندم، ولكي يبتعد في القلب داعي الألم، فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته، وقد طالت عن الله غيبته، لكي يقول إني تائب إلى الله منيب إلى رحمته ورضوانه. وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان، ساعة الندم. وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرة، ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات، فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجاعة والألم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه. أحبتي في الله، كل واحد منا يريده أن يسأل سؤالا، أن يسأل نفسه عن الليل والنهار، كم يسأل من الليالي وكم يقضي من الساعات، كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه، وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه، وكم سهر وهل هذا السهر ترضي الله عنه، وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يقال للإنسان لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم يسأل هذا السؤال لأنه ما من طفحة عين ولا لحظة تعيش مع إلا وأنت تتقدم في جنة الله. ومن الحياة مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه، من الحياة والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله.
وأننا نشتقي من شراب خلقه الله، وأننا نستظل بسقفه، وأننا نمشي على فراشه، وأننا نتقلب في رحمته مثل الذي نقلبه في جبهه. نسأل الإنسان نفسه، يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت 1% أو نقصت 1% مات في لحظته. فأي نصر وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان. يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط. إذا أصبح الإنسان وسمعه معا وبصره معا وقوته معا، فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ يسأل نفسه من الذي حفظ هذه الأشياء؟ من الذي يمتع بالصحة والعافية؟ فالناس المرضى على مسرة النظام يتأوهون ويتألمون، والله يتحدث إلينا بهذه النعم، يتحدث إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة، كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الطيبة. الله تعالى يريد من عبده أمرين: الأمر الأول فعل الفرائض، والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجه. فمن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لن تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإن والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم. أنت مأمور بأمرين: إما أن يأتيك الأمر تفعل أو لا تفعل. إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة فاسأل نفسك: هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأذن؟ أي شيء تفعل، الأجساد ملك لله، والقلوب ملك لله، والأرواح ملك لله. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسه: هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم، أو الله غير راض عنه فليتأخر؟ والله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا سحابه. ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون في القرب من الله، القرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. الأمر أمر، والخلق خلق، والتدبير تدبير. ولذلك يشعر الإنسان دائما في قلق وفي تعب. تجد الشخص يتمتع بكل شهواته، ولكن والله تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آلام نفسية، وأكثرهم قلقا نفسيا، وأكثرهم صدرا بالحياة. واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة، وجعل لحمة الحياة في الفرق منه، وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله، بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحة نفسية. والله لو بدا لها أمل الدنيا من استطاع إليها سبيلا. الحياة طيبة في قرب من الله، الحياة الحديثة في قرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟ Mm-hmm.